صلى الإله على النبي وآله، فبهم تشم أزاهر البستان. طوبى لمن وعلى جماعة صحبه، ويكون من أحبابه الحسنان. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان. هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان؟ ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله
وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى وكفى بالله شهيدا. وكفى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا محمد رسول الله والذين معه أشد تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بالإيجاد والتدبير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير، وعلى آله وأصحابه الذين حفظ الله بهم السنة من التحريف والتغيير حتى وصلت من جاء في الزمن الأخير. أيها الجمع الطيب الكريم، من جمهورية لبنان الشقيق نزل ضيفا على الزاوية البلقائدية وروضة الدروس المحمدية فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة عبد الرزاق الرفاعي، حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن، أستاذ بكلية الشريعة جامعة بيروت الإسلامية التابعة لدار الفتوى، مشرف على معهد أزهار لبنان فرع عكار للعلوم الشرعية والمدنية، رئيس المحكمة الشرعية بمحافظة عكار، مفتي وقاضي محافظة عكار، ليلقي على مسامع حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه الصحابة الكرام رضي الله عنهم في القرآن الكريم، فليتفضل. شكر الله له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، وسلم تسليما. أما بعد، صاحب السماحة سيدي ومولاي الشيخ محمد عبد اللطيف بلقايد حفظكم الله وأمتعنا والمسلمين بحياتكم،
أصحاب السعادة والفضيلة، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستأذن صاحب السماحة أن أدلي، وفي أن أدلي بين يديه بجملة مما يمكن أن يقال عنه جمع وترتيب، ومما أفاء الله عز وجل على العبد الفقير في جمعه، وباختصار لتقديمه تحية رضا وتقدير بين يدي ساداتنا أصحاب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عسى أن أنال نظرة من نظراتهم وعطفا من قلوبهم ومددا من أرواحهم، قياما بواجبهم وامتثالا لأمر سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن نعظم من عظمهم وأحبهم ودعا إلى حبهم والتمسك بأذيالهم والسير على خطاهم. وتأتي هذه الدروس في هذه الأيام الكريمات المباركات وفي هذا المكان العامر بذكر الله الذي غدا روضة من رياض الجنة ومثابة للناس وأمنا إن شاء الله تعالى، وفي زمن كثر القول والقيل في أصحاب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذلك إلا دليل على انطماس بصيرة أولئك الذامين القادحين لهؤلاء السادة الذين لا يضرهم قول من هنا أو هناك، فهي شنشنة نعرفها من أخزم والتاريخ يكرر نفسه أو يعيد ترتيب أوراقه. وهذا قدرنا أن نحمل مشعل الهداية وأن نكون في الموقع الذي ينافح ويدافع عن هذا الدين، وإن الدفاع عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإظهار فضائلهم في هذا الزمن هو دفاع بكل معنى الكلمة عن هذا الدين وعن حقيقته، لأنهم يمثلون الحلقة الأولى والطبقة الأولى في سند هذا الدين، لأنهم الذين تلقوا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحي، وهم الذين تعرفوا إلى بيان النصوص في مجملاتها وإلى تعريف الأمور في مآلاتها، وهم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة وأفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الذين أرادوا أن يطعنوا في دين الله بعضهم تجرأ ففضح، وبعضهم تستر ولكن الله أظهر خبيئة نفسه، أرادوا أن يطعنوا بالدين فطعنوا بحملة هذا الدين، فإذا صح لهم ولا يصح، إذا صح لهم أن يشككوا في الطبقة الأولى من حملة هذا الدين حصل لهم المراد، ولكنه لن يكون، لأن الله عز وجل تعهد وتكفل بحفظ دينه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن حديثهم طويل شيق مترامي الأطراف، والآيات التي نزلت في القرآن الكريم هم كانوا سبب النزول، وهم الذين عقلوا المعنى، وهم الذين فهموا التشريع والبيان والتفصيل، ولذلك تصلح كل آية بسبب نزولها أن تكون محاضرة ودرسا كبيرا عظيما. بل لا نبالغ إذا قلنا إن كل ما ورد من التفسير بالأثر وبعض الرأي ومن النصوص الواردة في السنة القولية والعملية إنما تمثل بيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم هم الذين بلغوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكنني أستأذن وأحب أن أتطوف بكم ومعكم طالبا منكم الدعاء أن أمر على أمرين اثنين
مما يظهر فضيلة أصحاب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم. الأمر الأول وينطوي طبعا تحت كل أمر من الأمرين هذين مطالب ومسائل ومباحث، ولكن روما للاختصار، فما لا يدرك كله لا يدرك كله أو لا يترك جله. الأمر الأول يتعلق بالمفتاح الذي يمثل حقيقة الدخول إلى حضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الأمر يتعلق بمفهوم البيعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبإعطاء العهد والميثاق، وهذا لا يكون إلا بعد إيمان وتصديق وقناعة بأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي لا مرية فيه. ولذلك بسطوا أيديهم فأعطوا صفقة أيديهم وأعطوا ثمرة قلوبهم في هذا الأمر الذي يسمى ببيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تنوع في مجالس متعددة، من أشهر هذه المجالس التي ذكرها الله عز وجل في قوله سبحانه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه أو عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وأما الأمر الثاني فإنه يتعلق بمعية الصحب الكريم رضي الله تعالى عنهم مع النبي الأعظم والرسول الأكرم صلوات ربي وسلاماته عليه، وهذه المعية مستمدة من قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية في سورة الفتح. أيها الأحباب، النبي عليه الصلاة والسلام عندما نتحدث بين يديه عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم نتذكر كما استمعتم إلى المحاضرة القيمة في افتتاح هذه الدروس عن الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك، فهذا يسمى صحابي، وهذا أمر من التكريم بمحل يجعلنا نتأمل أن هذه الرتبة لم ينلها الصحابي بكثير جهد، إنما هو توفيق من الله عز وجل، بمجرد أن رآه مؤمنا به ومات على ذلك سمي صحابيا. وإذا سمي صحابيا قطعنا بعدالته، وقطعنا بثقته، وقطعنا بنجاته، وقطعنا بدخوله الجنة، وقطعنا بأن الله رضي عنه ورضي عنه. وهذا ليس بالأمر اليسير، إنما هو توفيق الله عز وجل. ولذلك عندما يبحث الإنسان في طبقات الصحابة تارة يقسمها البعض من حيث الرواية إلى خمس طبقات، وكما فعل ابن سعد رحمه الله في الطبقة، وبعضهم قد يقسمها إلى 12 طبقة كما فعل الحاكم في معرفة علوم الحديث بحسب الأفضلية، بأن هؤلاء الأفضل الذين آمنوا في البداية، ثم الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم الذين هاجروا الهجرة الثانية، ثم الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى ثم عقبة الثانية، ثم الذين هاجروا في الأوائل، ثم الذين هاجروا بعد ذلك قبل بدر، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم هكذا، وأهل حديبية والفتح، ثم إلى آخر ما هنالك. وهذا أمر يمكن أن يعرف من حيث التفضيل ومن حيث طبقة المحدثين في أن هؤلاء رووا بحسب الترتيب، هو ألصق ما يكون بباب التفضيل، لكنه أقرب إلى باب الرواية والحديث مع الدراية أيضا. وبالجملة فالصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا المفهوم كما ذكر علماؤنا بالإجماع مقطوع بأنهم عدول، ومقطوع بأنهم في الجنة، ومقطوع بأنه ينطبق عليهم قول الله عز وجل كما في آيات كثيرة، ومنها رضي الله عنهم ورضوا عنه. البيعة للنبي عليه الصلاة والسلام هذه فضيلة ومزية، ويدل على ذلك من حيث الجملة أنه في حادثة بيعة الرضوان
عندما تدافع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسارعوا إلى البيعة إما على الجهاد والقتال وألا يفروا، وإما بعض العلماء سماها بيعة القتال أو البيعة على الموت أيا كان. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول هي بيعة على القتال مع النبي عليه الصلاة والسلام بشرط عدم الفرار، وتتضمن أن يكون أحدهم مقاتلا يعود سالبا، أو أن يكون مقاتلا جريحا، أو أن يكون مقاتلا شهيدا، وإما أن يكون أسيرا. وهذا جمع فيه كل الأقوال التي قيلت، هل هي بيعة على الموت أو بيعة على القتال أو بيعة على عدم الفرار، هذه خلاصتها. تظهر الميزة في قول الله عز وجل بالبيعة العامة من حيث الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يصدق على أولئك الذين كانوا يأتون إليه مبايعين، كما أتى أحدهم فبايع وهو من الأعراب فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال ماذا فرض الله علي؟ قال فرض عليك الصلاة والصيام والزكاة والحج كذا إلا أن تتطوع. قال ما فرض الله علي غير ذلك؟ قال لا. قال أوصني؟ قال قل آمنت بالله ثم استقم أو لا تغضب. ثم ولى وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص، قال إن صدق دخل الجنة. أو كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة من أنفسنا، ثم ناداه ودعاه أن ردوه، فلما ردوه إليه قال والنصيحة لكل مسلم، أي بايعه بأن ينصح أو على النصيحة لكل مسلم. هذه أيضا بيعة خاصة، وكما حصل في كل صحابي مع كل صحابي في بيعته. لكن البيعة هذه العامة هناك بيعة خاصة على جملة من الأمور، وهي فيها معنى العهد وفيها معنى الميثاق. كما يقول أحدهم يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني بنفسك على كثرة السجود أو لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هنا لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة المكرمة ليخبر أهلها بأنه أتى زائرا يطوف بالبيت وأنه لا يريد قتاله، حتى تعلم قريش أنه أراد هذا الجانب دون ذاك، وهو عليه الصلاة والسلام الذي يقدم بين يديه أسبابا تؤدي إلى نجاة القوم حتى لا يصطدموا مع النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام. وحصل أن شاع بين الناس الخبر أن عثمان قد قتل، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيعة، وبعضهم قال لا وصله الأمر أنه أسر، أيا كان، لكن الأشهر أنه وصله الأمر أنه قتل. فبايع الصحابة رضي الله تعالى جميعا تحت الشجرة بيعة الرضوان التي ذكرها القرآن الكريم بقوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ثم لبيان أهمية هذه البيعة الخاصة وضع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رفع يده الشريفة وقال هذه يدي عن يد عثمان، ووضع يده على يده الشريفة الأخرى وبايع له. فكان كثير من الصحابة يقول كنا نتمنى أن تكون لنا هذه الخصيصة. الله عز وجل ذكر في الآية كرامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفضيلتهم، مبينا أن هؤلاء الذين يبايعونك يا محمد عليه الصلاة والسلام في الحقيقة أنت تبايعهم في الظاهر، ولكن البيعة لهم معي أنا جل جلال الله، إنما يبايعون الله. ولذلك عندما يشعر أحدهم أنه في بيعته إنما يبايع الله وهذا على الحقيقة ويقول يد الله فوق أيديهم، ترى من جلالة الموقف ومن عظمة التفضيل ما يكون كل صحابي في حالة اغتباط وفرح وسرور، حتى قال كثير من علماء التفسير إن هذه الآية فيها أعلى تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك تكريم من جانب آخر وإنك لعلى خلق عظيم، نعم هذه أجمع آية في المدح، لكن قالوا أعلى آية في التكريم هنا. لما؟ كما يقول ابن عجيب رضي الله تعالى عنه قال لأنه جمع له ولم يفرق، فقال إنما يبايعون الله.
ولم يقل كأنما يبايعون الله، ولم يقل كبيعة الله، ولم يقل أنت خليفة عن الله، ولم يقل أنت نائب في هذه البيعة، وإنما قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ونلاحظ هذا كما في الحديث الآخر بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من التزمه أو التمسه بحق أو صدق فكأنما صافح الرحمن. ولذلك لما إنسان يشعر بهذا المعنى يشعر أو يدرك سر مزاحمة من غير إيذاء المسلمين ليقبل الحجر الأسود أو ليستلمه، لأنه بهذا المعنى إنما يصافح الله عز وجل، وعليك أن ترفع الأين والكيف عن هذه المسائل لأنها تؤخذ على التفويض والتسليم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لقد وفى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ببيعتهم. ونلاحظ في بداية الأمر في جانب التكريم أن الصحابة لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في بيعة العقبة الأولى والأظهر في البيعة الثانية، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ عليهم العهد والميثاق في هذا الأمر من أجل الدين وجلسوا يتحدثون، عرض الأمر على بعض القبائل ومنها قبيلة الحارث بن شيبان أو حارث بن بني شيبان، فذكر لهم شروط البيعة، فقالوا: ما لنا إن نحن وفينا بهذه البيعة، إذا التزمنا بالبيعة بشروطها بأركانها بثمراتها، فمنعناك مما نمنع منه أنفسنا ونصرنا هذا الدين، ماذا لنا؟ قال: الجنة. قال: لا، أن تعهد لنا بالملك من بعدك. قال: الملك لله يضعه حيث يشاء، وإنما أراد أن يربط القوم في البيعة والبذل والتضحية والفداء بالأجر عند الله عز وجل، لا أن يكون مربوطا بالدنيا حتى لا تتشوش النية وحتى لا تختلف المقاصد، وإن اختلفت المسالك فلا يجوز أن تختلف المقاصد كما يقول علماء قواعد أصول الفقه. ولما أتى إلى الأنصار وعرض عليهم في قصة طويلة خلاصتها، قالوا: ما لنا إن نحن وفينا ببيعتنا أن تؤمنوا بالله وحده لا تشركوا به شيئا، وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة إلى آخره، وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزركم. ما لنا إن وفينا، سواء أبو الهيثم ابن التيهان أو أحد السعدين، وكان العباس حاضرا رضي الله تعالى عنه، قال: انظروا على ماذا تبايعون، إنكم تبايعونه على قتال الأبيض والأحمر والأصفر وعلى نهاكة أموالكم وقتل أشرافكم. وبعضهم يقول سعد بن معاذ هو الذي قال هذا الكلام، أيا كان، قال: نحن نعلم. قال: إن لم تكونوا قادرين على الوفاء بالعهد والبيعة فلا تخرجوا الرجل من أهله، هو في مكة نحن نحميه بقدر ما نستطيع المعنى. قالوا: نبايعك على قتل أشرافنا ونهكة أموالنا وعلى قتال الأحمر والأصفر والأبيض، ما لنا إن وفينا هذه الفضيلة. قال: الجنة، لأن البيعة هذه كبرى لا تستحق إلا الجنة، لأن الإنسان عندما يقدم غاليا لا يكون له جزاء إلا الجنة، لأن مكافأة الأرض لا تكفيه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، الجنة. فقالوا له: اشترط لربك ولنفسك. هذه فضيلة القوم رغم أنهم لم يسلموا بعد، لأن العرب ما كانت تعرف النفاق أو الرياء أو الضعف أو الخذلان، هم أهل العربية أقحاح، يعرفون المعاني، يعرفون ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أن يكونوا مع الله في كل شيء. قالوا: اشترط لربك ولنفسك. فلما اشترط قالوا: انتهيت. قال: نعم. قالوا: أبسط يدك لنبايعك. فلما بايعوا قالوا: لا نقيل ولا نستقيل، لا نحن منبطل ولا أنت تبطل، من الإقالة الفعل الرباعي أقال يقيل، لا نقيل
يعني نحن لا نقيلك ولا نستقيل، لا نطلب الاستقالة. ثم عاد عليه الصلاة والسلام وتتابعت الأحداث. هذه بيعة على الولاء المطلق للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي بيعة أيضا يعرفون المسائل إلى أين ستؤدي في قادمات الأيام. ولذلك من فضيلتهم وعلو فهمهم لما حصلت واقعة بدر وما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه للقتال، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، إنما خرجوا لاعتراض العير. فلما علموا بأن قريشا قد خرجت قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها القوم، أشيروا علي. ماذا يريد بذلك؟ هو يعلم أنهم بايعوا والتزموا، لكنه بايعهم على أن يمنعوه في المدينة، فأراد أن يستظهر بالشورى رأيهم أهم معه في القتال دفاعا عنه وعن دينه خارج المدينة أم فقط في المدينة. ولذلك تكلم الناس، ثم قام زعيم الأنصار ليقول: يا رسول الله، بايعناك على السمع والطاعة، وشهدنا أنك رسول الله، وأننا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأزرنا، امضي لما أمرك الله، إنا لصدق عند اللقاء، صبر في الحرب، ولا يرينك الله منا ما تقر به عينك، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدون، وإنما نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي السيرة الصحيحة أنه لما استشار القوم تكلم المهاجرون، ويعيد النبي عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس أو أيها القوم. لما قام سعد قال: كأنما تقصدنا أو تريدنا يا رسول الله. قال: نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام وضع شروطا في البيعة، وهو أول من يوفي ببيعته وبشروطه، لكنه أراد أن يستطلع آراء الأنصار رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء الذين بايعوا فالتزموا بهذه المعاني، الله عز وجل أكرمهم بجملة من الكرامات، إما اتخذ منهم الشهداء، وإما رفع بعضهم فوق بعض درجات في الأسبقية، وإما كانت الآيات تتنزل من السماء بسبب بعض الأفعال من فلان أو علان ليكرمهم الله عز وجل بأن القرآن تنزل لحل مشكلة فلان أو فلان، وهم الذين مهدوا ببيعتهم لدولة الإسلام في المدينة المنورة ولاحتضان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى الكبير، ولم يروا لأنفسهم مع بيعتهم منة أبدا أبدا. ولذلك لما مثلا كانوا في حنين وانتهت المعركة بالانتصار والنبي عليه الصلاة والسلام وزع الغنائم على القوم، تكلم البعض، هناك روايات خلاصتها روايتان أساسيتان. الأولى أن البعض قال للبعض، مشيخة الأنصار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خص أقواما بالأعطيات دوننا. والرواية الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله عليه بلده فلعله لا يعود إلى المدينة. بلغ ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع شيوخ الأنصار رضي الله تعالى عنهم ليذكرهم بشروط البيعة وبالمنة الكبرى، وليظهر فضيلتهم عند كل حدث كما هي العادة. قال: يا معشر الأنصار، ما قالتم بلغتها، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب أقوام ووكلتكم إلى إيمانكم؟ في العقبة الثانية: ما جزاؤنا إن وفينا؟ قال: الجنة. هنا أيضا يقول لهم هذا الكلام يذكرهم. قال: أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب أقوام ووكلتكم إلى إيمانكم؟ سكتوا. قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة أي فقراء فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمع الله كلمتكم بي؟ سكتوا. صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان، طوبى لمن وعلى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسن.
حسنان بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان هم كالأصابع في اليدين تواصلا هل يستوي كف بغير بنان ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان طوبى لمن وعلى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنات.